الكلمة الآن أيها الإخوة لواحد من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى سمته يدل على أنه التفت وتعلم واستقر في يقينه المهمة التي خلق من أجلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأستاذ الدكتور محمد حمودة فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى فهو الباقي أبدا، خلق الأكوان وقدر الأقدار ولم يشرك في ملكه أحد، سبحانه وتعالى ما اتخذ من صاحبة ولا ولدا، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلقنا ورزقنا وأحيانا ثم يميتنا ثم تفضل علينا فجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، ثم اصطفى لنا الدين والرسالة واصطفى لنا من بين الخلائق محمدا وآتاه النبوة والكتاب وفضله على جميع من خلق تفضيلا. أحبتي، أسأل الله أن يجعل عددكم ودعاءكم في ميزان الحسنات وتكفير السيئات والستر عند الممات وعند اعتلاء الدرجات والبعد عن الدركات. كرمت بأن أقف متكلما في عزاء أستاذ الأستاذين الأب الحنون وصاحب الخلق الرحيم العالم العلم بقية من أهل الإخلاص والصلاح فضيلة الوالد الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، وكنت أتكلم أمامه ليجيزني، أما وقد مات فقد تجرأت الآن وأنا أتكلم في مصابنا الجلل وميتنا الفز الفرد في فنه والفرد في تخصصه. أيها الأحباب، الدكتور محمد متولي منصور ذهب ليواصل حياته، ففي عقيدتنا أن الموت ليس فناء محض بل هو انتقال من حال إلى حال وانتقال من مكان إلى مكان. زرع في هذه الدنيا ما جعلكم تأتون إلى هنا معزين في فضيلته رحمة الله عليه. وسيدنا الدكتور محمد متولي منصور كم من حوت في البحر الآن حزن عليه، وكم من طائر في السماوات الآن حزن عليه، وكم من تلميذ أديب أريب كان يحمل الفضل له لأنه عالمه ومعلمه، الآن قلبه يدمع لأن قبلته في العلم والأستاذية ذهب لملاقاة ربه سبحانه وتعالى. كلكم تعلمون أن أستاذنا عالم، والعلم أفضل ما يخرج به الإنسان من هذه الدنيا،
كل شيء تتركه في هذه الحياة إلا بعض أو كل ما قدمت لله إن فعلته وأنت مخلص له سبحانه وتعالى. ولكن العلماء كما رفعهم ربنا سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا فهم على منابر من نور عند ربهم، رفعهم فوق الناس وأدنى مرتبتهم من مراتب الأنبياء والأصفياء والمخلصين. الله خلقنا مسلمين، وهذه من المحامد. وانظر إلى انشغال حملة العرش، ينشغلون بك أنت أيها المؤمن، وهم في كنف ربهم حول العرش والفرش والكرسي ما نسوا المؤمنين أبدا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: الذين يحملون العرش ومن حوله، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلا. انظر إلى مكانتك أيها المؤمن، الملائكة التي تعيش مع الأنوار وتستمع في العرش تحت الأسرار، هذه الملائكة تشغل بعوام الناس وتدعو لهم وتتحنن إلى ربنا سبحانه وتعالى وتقول له: يا رب إنك وسعت الطير رحمة، ووسعت الجن رحمة، ووسعت الإنس رحمة، فارحم عبدك هذا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فأسأل ربنا سبحانه وتعالى أن تكون هذه الدعوة قد فاز بها جميع الجالسين والمعزين، وفاز بها على رأس الجميع الأستاذ العالم العلم المتكلم السبت المدرة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور. وأسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يبارك في أبنائه ولا ينسوه من الدعوات آناء الليل وأطراف النهار مع الناس وفي الخلوات، فإن من واجب التلمذة أن يتذكر الإنسان أستاذه وألا يغفل الدعاء له ما دام حيا. وأسأل الله العظيم أن يبارك فيه وأن أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل له في الجنة بكل حرف كتبه ابتغاء مرضات الله، وبكل آية تلاها، وبكل مؤلف ألفه، وبكل عدد طلابه وتلاميذه درجات في جنات عرضها الأرض والسماوات. العلم كما تعلمون يرفع صاحبه حتى ولو كان صاحب مكانة رديئة بين الناس، فكم من إنسان كان يعيش حياة الفقر والزهد وكان هينا على الناس، فلما حصل علما ولما رقى نفسه بتلاوة كتاب الله أو مدارسة كتاب الله فربنا سبحانه وتعالى يرفعه على رأس الناس جميعا. العلم يكسب الناس عزة، فأوصيكم أيها الناس ألا تغفلوا عن طلب العلم ما دمتم أحياء، فإن العلم جعل هدهد لو أمسك سليمان النبي الذي زكاه ربنا سبحانه وتعالى فقال ففهمناها سليمان، ها
هذا الذي زكى ربنا سبحانه وتعالى، زكى ربنا سبحانه وتعالى علمه وفهمه، وقف الهدهد أمامه بعزة العلم يحادي سليمان في عزة ووفاق. أخذ يحاجي سليمان ويكلمه، ووقف أمامه موقفا طيب، فقال له: أحط بما لم تحط به، فأسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يرفعنا بالعلم، وأن يكرمنا بالعلم، وأن يجعل سيدنا الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور على منبره الأعلى الذي يباهي به ربنا سبحانه وتعالى جميع الناس أجمعين، وما جعله الله إلا للعلماء. شاكرا الحضور على حسن الاستماع، مستميحا الأساتذة الكبار، عذرا أني تكلمت وفيهم أهل علم يطبق العالمين وما ينفد علمهم أبدا. شكر الله سعيكم جميعا وجزاكم الله خيرا.